اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج جدعان ريل استيت. النهارده عندنا فقرات مميزه جدا، بس قبل ما نبتدي فقراتنا النهارده حابين دايما نشرح حضراتكم في اداء السوق العقاري. تبقوا ملمين دايما معانا باداء السوق العقاري عامل ازاي، الشركات ادائها عامل ازاي، مين احسن شركات موجوده لحد دلوقتي، مين اكتر مبيعات موجوده في السوق العقاري حتى الان. هنستعرض مع حضراتكم اداء اعلى 10 شركات في الربع الاول من 2022. بس حابين نشير لنقطه مهمه جدا، ان مبيعات الشركات العقاريه مش بالضروره بيدل على قوه شركه عن الثانيه. ممكن تكون شركه لسه طرحه مشروع، ممكن تكون شركه عندها العديد من المشروعات. فمعنى ذلك ان ارقام المبيعات اللي بنستعرضها لحضراتكم مش بالضروره بتدل عن قوه الشركه عن شركه. تعالوا مع بعض نستعرض اكبر 10 شركات مبيعا في الربع الاولاني من 2022. في المركز الاول شركه اعمار بمبيعات تجاوزت 6.5 مليار جنيه، يليها في المركز الثاني شركه ماونتن فيو اللي تعدت مبيعاتها 6.3 مليار جنيه. المركز الثالث شركه بالم هيلز بمبيعات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، بعدها شركه طلعت مصطفى بمبيعات تجاوزت 5.3 مليار جنيه. اما في المركز الخامس بتيجي شركه صادق بمبيعات تجاوزت 3.7 مليار جنيه، بعدها شركه اورا بمبيعات تجاوزت 3.5 مليار جنيه. اما في المركز السابع الشركه المصريه السعوديه بمبيعات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، يليها في المركز الثامن شركه مصر ايطاليا بمبيعات تجاوزت 2.5 مليار جنيه. اما في المركز التاسع شركه لافيستا بمبيعات تجاوزت 2.3 مليار جنيه. في المركز العاشر بتيجي شركه تطوير مصر بمبيعات تجاوزت 2.2 مليار جنيه. وده كان استعراض لاداء اكتر 10 شركات مبيعا في الربع الاول من 2022. النهارده عندنا فقرات مميزه جدا، تعالوا مع بعض نتابع فقراتنا النهارده في برنامج الجدعان ريل استيت. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان ريل استيت يكشف إطلاق شركة النصر للإسكان والتعمير لأول مشروع سكني سياحي ترفيهي فريد من نوعه على مصاطب بهضبة المقطم، ويلتقي السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والذي يحدد ملامح خطة الدولة لتطوير هضبة المقطم العملاقة وضوابط طرح 6 ملايين متر بأراضي مصنع الحديد والصلب على شركات التطوير العقاري. فريق الجدعان ريل استيت ينفرد بأسرار أول معرض عقاري مصري لمدة شهر كامل في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتصدير العقار المصري وضوابط اختيار المطورين المصريين المشاركين بالمعرض. تشاهدون الآن فريق الجدعان ريل استيت يكشف إطلاق شركة النصر للإسكان والتعمير لأول مشروع سكني سياحي ترفيهي فريد من نوعه على مصاطب بهضبة المقطم، ويلتقي السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والذي يحدد ملامح خطة الدولة لتطوير هضبة المقطم العملاقة وضوابط طرح 6 ملايين متر بأراضي مصنع الحديد والصلب على شركات التطوير العقاري. حضراتكم دلوقتي بتشاركوا لحظات تاريخية بجد، توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى ما بين شركة النصر للإسكان والتعمير بوزارة قطاع الأعمال وشركة سكوب العالمية، أضخم شركات السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، وبيستهدف تحويل الهضبة لمزار سياحي عالمي. كورنيش المقطم رغم موقعه العبقري عانى خلال فترة الثمانينات من العشوائية، وعشان كده الدولة تبنت مشروع قومي لتطوير كورنيش المقطم بطول 5.5 كيلومتر وبتكلفة استثمارية 30 مليار جنيه وحجم مبيعات متوقع 60 مليار جنيه. مشروعات تجارية إدارية وترفيهية وكمان كومباوند من أرقى الأحياء السكنية في مصر. قابلنا في البداية السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال واللي اتكلم معانا عن خطة الدولة لتطوير منطقة المقطم، وهيحكي لنا عن خطة استثمار الأراضي التابعة لولاية شركة الوزارة وطرحها بالسوق العقاري. أحد شركات وزارة قطاع الأعمال هي شركة النصر، والنهاردة بتعلن عن مشروع كبير جدا واستثمار ضخم. حابين حضرتك تحكي لنا عن المشروع ده. النهاردة احنا بنشهد تطوير لشركة، شركة النصر للإسكان والتعمير. الشركة كانت بتكسب، ومجرد ان احنا شفنا الفرص اللي موجودة، وكانت أبرز الفرص تطوير منطقة الكورنيش المقطم والهضبة الوسطى. التقارير اللي اتعملت في أواخر 18 كانت الفرص اللي موجودة عند كل شركة، وشركة النصر للإسكان والتعمير أحد الفرص الكبيرة لها، المشروعات الكبيرة كان تطوير منطقة الكورنيش
والهضبة الوسطى. المنطقة دي شاء لها قدر أن يتم تطويرها عن طريق الحكومة بقرار من فخامة الرئيس، بحيث تحولت منطقة الفسطاط وعين الحياة والمنطقة دي كلها سواء مروريا بكباري سواء تطوير لمتحف الحضارات والمنطقة المحيطة بيها بقت جاذبة جدا. والحمد لله بنشهد النهاردة إطلاق المشروع بشراكة بين النصر والمستثمر السعودي اللي هي شركة سويلم أو شركة سكوب اللي هتنفذ المشروع. وزارة قطاع الأعمال تملك عدة شركات عقارية أخرى زي شركة مصر الجديدة وشركة المعادي، في خطط استثمارية كبيرة برضو موجودة في الشركات الأخرى؟ في نبتدي بالأصغر، المعادي عندنا في منطقة المحكمة الدستورية عندنا مشروع كبير نسبيا، عندنا في شركة مصر الجديدة مشروع هيليو بارك اللي تم ترسيته ده 1700 فدان تم ترسيته على شركة ماونتن فيو لعمل التطوير لكل المنطقة اللي هي 1700 فدان، وبتبتدي بتطوير 740 فدان منهم مباشرة بحيث أنه يتم الانتهاء من المشروع في ظرف 5 سنين من تاريخ الحصول على القرار الوزاري الخاص بالمشروع. عندنا برضو في مصر الجديدة عندنا بقية نيو هليوبلس اللي هي تقريبا 3800 فدان، ففي مجالات للشراكة. احنا كنا ادينا 650 فدان لصادق، عملت صادق ايست فيها، وبإذن الله بنرفع كفاءة الأرض اللي موجودة النهاردة تطوير اللي حصل، ونبتدي نعرض الأراضي تباعا على مطورين عقاريين، وإحنا نفسنا هنقوم بتطوير جزء من 3800 فدان اللي فاضيين. فدي شركة مصر الجديدة هي تاني أكبر شركة تطوير عقاري امتلاكا لمحفظة الأراضي أو اللاند بانك، تقريبا 20 مليون متر. كمان في فرص استثمارية كبيرة موجودة لشركات غير عقارية. حضرتك عارف عندنا 7 شركات قابضة النهاردة، وفي شركات منها بتمتلك مساحات قد تكون هائلة هيتعمل عليها مشروع للتطوير العقاري، أهمها أرض شركة الحديد والصلب المصرية سابقا، هي 6 مليون متر. بتقوم الشركة القابضة للتشييد والبنى بعمل تاني اللياوت الماستر بلان بتاعها، وبيتم طرحها بإذن الله في مزادات متتالية للشركات التطوير العقاري إنها تاخد زونز وتطورها بشروط ملزمة للكل، يعني مش كل واحد هيعمل الديزاين بتاعه والألوان بتاعته والكلام ده كله، ضروري كل زون يلتزم بالمخطط ليه. فبإذن الله هيتم الطرح قريبا لهذه المساحة. التغير الكبير اللي حاصل في ان شركات بتتحول من الخساره للمكسب خططتوا له ازاي؟ احنا لما جينا كان في تقرير عن مواطن الضعف والقوه والفرص والمخاطر اللي بتحيط بكل شركه، دي الشركات التابعه عملتها وناقشتها الشركات القابضه، واحنا قعدنا اشتركنا عملنا تقريبا تقييم لحوالي 56 شركه من الشركات الاهم في القطاع. وبالنسبة للشركات اللي بيتم تطويرها خلاص عرفنا الضعف فين والقوة فين، ورسمنا خطة ليها ليتم تنفيذها. الكلام ده من يعني 2019 وهو في سكته ماشي على طريق معين. في شركات اللي هي وقتها تم التيقن انه ما فيش امل من تطويرها مهما حطيت فيها من أموال، ده في 3 شركات تم تصفيتها، العمالة بتاعتها خرجت بتعويض مناسب لها ووقفنا النزيف الخسائر اللي كان بمئات الملايين ما كانش بالمليارات. في خطتكم لتطوير الشركات كان في محاور مهمة اشتغلتم عليها، تقدر حضرتك توضح لنا المحاور دي؟ المحاور هو الأول في تعديلات بتمس كل الشركات، تعديلات في القانون بتاعنا كان قاصر شوية وفي عوار، الحمد لله طورناه في منتصف 2020 واللائحة التنفيذية بتاعته ظهرت اللي هو قانون 185 لعام 2020، وطلعت اللائحة التنفيذية في يناير 21. عندنا أداة مهمة جدا لإدارة الشركات وهي الـ ERP أو نظم الميكنة، يعني إن احنا عندنا قاعدة بيانات واحدة للشركة وفي كل القطاعات كل في مجاله
بيخش على قاعدة البيانات ويضيف أو ياخد منها، فما بقتش جزر منعزلة بتبقى إدارة. فكان لابد أن احنا نعملها، وبنحط الـ ERP النهاردة في 71 شركة من شركاتنا اللي هي الأكبر اللي تتحمل هذه التكلفة. دي إضافة كبيرة جداً للهيئات الحكومية أنها تشتغل بنظام الـ ERP ده. شركات قطاع العمل العام، مظبوط. كورنيش المقطم كمان هو أول مشروع سياحي في مصر بيضم إنشاءات على مصاطب، وبتنفذه شركة النصر للإسكان والتعمير مع شركة سكوب العالمية. وعلشان نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع، تعالوا نقابل المهندس محمد عبد المقصود، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، واللي هيوضح لنا شروط اختيار المستثمرين بالمشروع وكمان أسباب اختيار شركة سكوب لتنفيذ المشروع. ركزوا معي. النهاردة اللي احنا شفناه ده فخر، مش تطوير كورنيش المقطم فقط، لا ده مشروع عملاق هيتولد في المقطم. لو حضرتك تدينا كده نبذة عن المشروع. هو زي ما حضرتك قلت، هو فعلا المشروع مش تطوير كورنيش المقطم. أنا بقول المناطق العالية في مدن العالم كلها مناطق مميزة بالطبيعة. طب المقطم من بعد الثمانينات حصل له داون جريد، فبدأ في النازل من أول، مع تقديري طبعا اللي عملته الدولة، من أول المساكن العشوائية اللي اتعملت، من أول الإهمال بتاعة الشوارع، كل ده عدم الرقابة. بالضبط كده، أسهل منطقة المقطم. فبعد ما كانت المقطم دي قبلة السكان القاهرة، أصبحت منطقة طاردة للسكان. وحقيقي ده أحزني كمسؤول عن شركة النصر، بتمتلك لاند بانك كبيرة جدا في منطقة المقطم تتجاوز الـ 4 مليون متر مربع. فكان علينا أن احنا نفكر out of the box زي ما بيقولوا، أو من خارج الصندوق، عشان إزاي نعيد للمقطم، نوقف النزيف بتاع داون جريد ده، ونحاول نعيد للمقطم جزء من المكانة اللي استحقها. وده بالتالي بيرفع لي من قيمة اللاند بانك بتاعت الشركة. ببساطة شديدة كده عشان أحولها لك بالأرقام، لو احنا عندنا 4 مليون متر مربع، القيمة بتاعتهم النهاردة تقريبا تعادل 40 مليار جنيه في الوضع الحالي. لو حصل أبجريد لمنطقة المقطم، ال 40 دول هيوصلوا ل 60 مليار. ده العنوان الرئيسي للهدف اللي أنا بس عوره. في بعد تاني مهم جدا، ان دور الدولة او دور الشركات زي حضراتكم، ان انا كمان بنمي وبيعود على سكان المقطم، بقى اللي شقته ب 500,000 بقى ب 700,000 اكيد هيبقى مبسوط. يعني كمان دور الدولة في التنمية مش للاراضي بتاعتي بس، انا ازاي انمي المنطقة علشان الناس كمان تحس بالعائد اللي بتجيبه الدولة للسكان وللساكنين في المنطقة. اي تطوير بيتم فعلا لمنطقة المقطم بيرفلكت بالتالي على كل اللي عايشين في منطقة المقطم. العقارات هناك هتنتعش، الأسعار بتاعتها هتعلى، فأي تطوير هيحصل كل اللي عايشين في المقطم هيستفيدوا منه بشكل القيمة المادية. لكن كمان في سكان كتير من المقطم، وأنا بتكلم على الغالبية العظمى، اللي كانوا بينتموا للسكن الراقي، بشوات المقطم، ده حقيقي. الناس دي فقدت جزء كبير من الميزة اللي هما كانوا عايشين فيها، ولا زالت الناس دي بتنتمي للمقطم، هم مش عارفين يخرجوا برا المقطم. المشروع عبارة عن ثلاث أجزاء، كورنيش فوق اللي كلنا عارفين، اللي كلنا عارفين كلنا بنروح نتفسح فيه، وهو لسه تربة صخرية لحد النهار. الكورنيش ده احنا عندنا كورنيش ممتد بطول 5.5 كيلو. الكورنيش ده بيبص على أجمل معالم القاهرة. كأي مسؤول زي حضرتك هيشوف الأراضي الأول الفاضية السهلة المستوية، لكن حضرتك خدت مكان صعب جدا التطوير وصعب جدا إقناع المستثمرين بيه، وعملت المشروع هو مش كورنيش فقط، هم ثلاث مشاريع، يعني قيمة بيعية المشروع 60 مليار جنيه، ده مشروع نقول مشروع عملاق. صحيح. إيه الخطوات اللي خدتوها لحد إن احنا نوصل النهاردة لتوقيع العقد؟ عبقرية المكان فرضت علينا إن احنا لابد إن احنا نستفيد منه أقصى استفادة. احنا طرحنا المشروع على كتير من المطورين العقاريين بفكره او بمبدا الشراكه، استفاده من خبرات المطورين العقاريين. طبعا احنا عندنا الاراضي وهم عندهم الخبرات. المزيج ده كنت متخيل ان هو لازم هيعمل حاجه قيمه. طرحت المشروع على كتير من المطورين العقاريين المصريين، وللاسف ان انا ما لقيتش شغف ليهم بمنطقه مصر. انا عاذرهم لأنه كلهم بيشتغلوا في المدن الجديدة، التجمع، أكتوبر، الساحل،
مين هيخش ياخد الريسك في منطقة زي دي؟ مشروع صعب، مشروع صعب جدا جدا ومكلف زي ما حضرتك بتقول، لأن المنطقة صعب. لحد ما ربنا وفقنا في شركتين، الشركة السعودية وشركة كمان مصرية، والشركتين قدموا عرض. العرض السعودي للأمانة كان هو الأفضل، وقدرتهم كشركة على التمويل، لأن ده في المقام الأول مشروع محتاج تمويل، طبيعة الأرض صعبة جدا، ارتفاعات المباني في الكورنيش وعلى المصاطب لن تتجاوز الدور أو الدور ونص بالكتير، حجم الإنفاق اللي هيصرفه في الأول إنفاق عالي جدا، فكل ده محتاج شركة قوية عندها قدرة مالية وملاءة مالية وعندها تمويل. من حسن الحظ ان الشركة او المطور السعودي لما جه وزار ارض المشروع حصل له انبهار، انا بقول هو الراجل اتسحر من المكان. وانا فاكر في اول يوم ما زار فيه الموقع قال لي انا جاهز تماما ان احنا نمضي العقد. مكونات المشروع، هو كورنيش معمول على احدث الطرازات، انا شايف في حاجات طايره كمان زي اللي بنشوفها في شرق اسيا وبنشوفها في الدول اللي بنستمتع واحنا بنزورها. فكمان احنا مش بنطور بالفكر السهل او الفكر التقليدي، لا احنا عملنا احدث حاجه. هو الاول مكونات المشروع عباره عن ايه؟ ممشى وسكني، ولا مكونات المشروع عباره عن ايه؟ المشروع مكوناته ثلاث اجزاء، جزء فوق في الهضبه العليا ده الكورنيش، وده متوسط العرض بتاعه تقريبا من 150 ل 200 متر، ممتد بطول 5.5 كيلو. من هنا جت فكرة ان احنا كل الانشطة اللي هتتحط على الكورنيش عبارة عن انشطة تجارية ترفيهية واخدة طابع السياحي، حاجة حضارية بقى، حاجة هاي اند زي ما بيقولوا يعني، لان المكان عبقري ولازم كل المنتجات والمباني اللي بتتعمل على الكورنيش دي لابد تبقى على نفس المستوى. ما عدا جزء واحد في الكورنيش، وده الجزء اللي فيه عمق وفيه مساحة تسمح بان احنا نعمل فيه جزء ريزيدنشال، ده الجزء الوحيد اللي هيتعمل فيه عمارات سكنية او ممكن يبقى فيلات سكنية بنظام الجيتد كومباوند، ده اللي على الكورنيش. المصاطب، وانا بقول ان المصاطب، انا لك ان تتخيل ان فرق المنسوب ما بين الكورنيش وما بين اول طريق تحتيه 70 متر، فاحنا 70 متر مساحه، ده ارتفاع رائع، الدنيا قدامك فاضيه، انت بتشوف الاهرامات، بتشوف مصر كلها بتشوفها تحتيه. فمن هنا جت فكره استغلال المصاطب دي، ودي هتبقى اول مشروع في القاهره يتبني على مصاطب، يبقى فيه انشاءات على مصاطب. برضو المنشآت دي أو الإنشاءات دي معظمها واخد الطابع التجاري، مطاعم، كافيتريات، ريستورانز، وكلها حاجات أعلى مستوى. على أعلى مستوى. الجزء الثالث دي مساحة في الهضبة الوسطى، مساحة دي 750,000 متر، ودي هتبقى جيتد كومباوند متكامل الخدمات، يعني سكني، تجاري، إداري، وهيبقى فيه جزء نادي ومستشفيات، ان احنا بنتكلم على 750,000 متر متكامل الخدمات. زي ما سمعنا من حضرتك ان مبيعات المشروع المتوقعه 60 مليار، التكلفه الاستثماريه للمشروع 30 مليار تقريبا. المرحله الاولى امتى وانتهاء المشروع امتى؟ المشروع ده عشان يشتغل بشكل جيد ويحقق الارقام اللي احنا بنقول عليها دي كان لازم نشتغل فيه بشكل احترافي. يعني ايه بشكل احترافي؟ كان لازم نعمل له الدراسات اللي توصلنا لكده. عشان كده احنا اتفقنا مع مكتبين من اكبر المكاتب المتخصصة في الدراسات التسوية عشان تقولينا البيست يوز بتاعت الاراضي دي ايه، الميكس بتاع التيننت اللي موجود هيبقى شكله عامل ازاي، المساحات سواء التجارية او الادارية، كل ده هيجينا من خلال شركتين من اكبر شركات اللي بيعملوا ماركت ريسيرش في مصر. ده اول هام. الهام التاني طبيعة الارض، أرض صعبة، عشان كده احنا جايبين أكبر دكاترة في مصر عشان يعملوا لنا دراسة عن الإنشاءات اللي ممكن نحطها من ناحية الارتفاعات، الأدوار، طبيعتها، وزنها، عشان طبيعة الأرض الكورنيش. منطقة المقطم حاليا موجود فيها واحد من أكبر المطورين العقاريين اللي موجودين في مصر، ومطور عقاري عالمي غني عن التعريف، أعمار
تعمار مظبوط. خلي بال حضراتكم، شركة النصر للإسكان والتعمير واحدة من أهم شركات القطاع العقاري في مصر، تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال، والممثل الرسمي للحكومة في تنفيذ أعمال مشروع تطوير المقطم بشراكة مع شركة سكوب السعودية العالمية اللي خبرتها تجاوزت 50 سنة. النهاردة أنا اكتشفت إيه؟ إن إحنا كنا زمان فخورين إن إعمار أكبر شركة إماراتية في العالم تخش عندنا المقطم، المشروع ده لا يقل أهمية عنها، يعني بقى كمان عندنا استثمار سعودي لا يقل أهمية عن يعني المقطم جذبت 2 مشروعين، لا مشروعين احنا نفتخر بيهم في مصر. احنا بنتكلم على موضوع مختلف، بنتكلم على مشروع وإنشاءات وإطلالة ومنظر لن تراه، مش عايز أقول مش في مصر، بالتأكيد مش هتشوف زيه في مصر بالتأكيد، لكن مش هتشوف زيه كمان في حتت كتيرة من العالم. احنا كشركة كان لينا طلبات، من ضمن طلباتنا في الطرح اللي احنا طرحناه ان على كل مطور عليه ان هو يستعين بخبرات عالمية، ده كان شرط اساسي انه يستعين بخبرات عالمية بغرض التطوير، لان احنا برضو مع خالص التقدير لكل المصريين، ولكن عايز دم جديد فريش اي، تبص على الحدوتة وتحس وتستمتع بالجمال ده وتقوم تطلع لك اعظم ما عندها. نقطة البداية امتى في المشروع في التنفيذ، والمرحلة الأولى إمتى ونهاية المشروع إمتى؟ إحنا إن شاء الله إحنا عاملين تايم فريم لمرحلة البري كونستراكشن، لما بنسميها مرحلة الدراسات والتصميمات، واللي هتنتهي بالتندر ده أو مستندات الطرح. ودي هتتصمم برا مصر؟ ودي كلها برا مصر. الدراسات طبعا كلها بتتعمل دلوقتي، كلها كل المرحلة دي مرحلة الدراسات بالتصميمات الرسومات اللي تخش التراخيص وما شابه دي مدتها سنة، والسنة بدأت خلاص، يعني احنا تقريبا عدى منها 15 يوم، يعني بالنسبة لنا انتوا بتحسبوا بالأيام؟ طبعا طبعا فاش كلام. مدة التنفيذ مدته 5 سنين. شركة سكوب شركة سعودية، وهي شركة عالمية تابعة لمجموعة السويلم القابضة في السعودية. اسم كبير على فكرة. اسم كبير طبعا، اسم كبير. الشركة عملت مجموعة من المشاريع الكبيرة كمقاول في السعودية، خبراتهم في المقاولات في السعودية تتجاوز يمكن 50 سنة. عملوا مشاريع كبيرة زي قطار الحرمين، أنفاق، طرق، إنفراستراكتشر كتيرة جدا، ومع الوقت كمان بدأوا يشتغلوا في كتير من الاستثمارات أو ينوعوا استثماراتهم، من ضمنها التطوير العقاري. شغالين في شركات خارج السعودية في الاستثمار العقاري، خصوصا في جنوب أفريقيا ويمكن بعض الدول العربية زي يمكن الأردن وتونس. دي شركة متشعبة الدول، طبعا يعني طبعا شركة عالمية وعندهم بيزنس في كتير من دول الشرق، ناس محترفة ومحترمة وحريفة في البيزنس. إن شاء الله يعني تبقى باكورة عملهم في مصر، وأنا حتى بقول لهم، بقول للمهندس عبد الرحمن التشيرمان رئيس مجلس الإدارة، بقول له أنت هتدخل مصر من باب الجمال، لأن المشروع هتدخل مصر من فوق. من فوق مظبوط يا فندم، من فوق صح، من أعلى حتة في مصر. أعلى حتة في مصر صحيح. حابب أتكلم على المقطم وتطوير المقطم. نحن نعلم جيدا أن دلوقتي المقطم اتحط تحت قبضة من شركة النصر، أعتقد المخالفات كلها بتزال، مفيش حد عارف يعمل مخالفات جديدة. فهل شركة النصر خدت مثلا قوانين جديدة أو خدت مهام جديدة، ولا في حاجة بتحصل في المقطم أن فعلا المخالفات بنشوفها ابتدت تقل؟ سؤال كويس أوي. لما بدأنا نعرض التطوير منطقة المقطم بالشوارع بالمخالفات بالتعديات، وان دي شركة في النهاية مملوكة للدولة، ما لا يجوز ان يحصل عليها هذا التعدي، ولا يجوز ان مشاريعها تتوقف، ما ينفعش. وحقيقي هنا انا بأشيد بمؤسسة الرئاسة، لقيت كل الدعم، حقيقي كل الدعم منهم. القابضة للتشييد هي الشركة المعنية بتطوير او لو قلنا قطاع الريال استيت في القطاع الاعمال. لو هنرجع نتكلم على المخالفات، احنا المخالفات بمجرد ما بنخطر الهيئة الهندسية فورا بتنزل، ما بيستنوش، سيبوا فورا يزيلوا المخالفات. انا عايز اقول لك احنا الحمد لله، الحمد لله خلال السنة دي احنا تقريبا استردينا اكتر من
80% من الأراضي الشركة المتعدي عليها. ده إنجاز. إحنا فضل لنا قطعة أرض وحيدة فقط متعدي عليها أرض قابلة للاستغلال. إحنا كبرنامج عقاري دايماً بنحاول ندور على الفرص. إيه الفرص اللي موجودة للمستثمرين سواء العقاريين أو السياحيين إن هم يلاقوها في المقطم؟ دي فرصة كبيرة خرجت منهم. إيه الفرص التانية اللي والناس والنفسها مفتوحة كده وفي شركات ابتدت تدخل المقطم نقدر نشير إليه؟ الشركة عندها لاند بانك تتجاوز 3 مليون متر. لما بدأت مع الشركة كانت الشركة واخدة سياسة فكرة بيع الأراضي، يعني ترفيعها وبيعها، وده لا يجوز. مفعش أنا بشتغل في التطوير العقاري ومطورش أرضي، يعني ما لا يجوز. فلو مش حاضر أطورها علي أن أنا أشارك وحاول أستفيد من والاستغلالها. عشان كده ده الفكر اللي أنا اتجهت إليه. وده المعادلة، دي المعادلة السهلة البسيطة الوين وين لجميع الأطراف. مظبوط. المطور العقاري بدل ما بيرمي فلوس في أرضه وكمان في إنشاءات، وأنا بدل ما أنا ما بصرف على الإنشاءات، بنعمل شراكة وين وين، إحنا بالأرض وهو بكل التكاليف الأخرى. وزي ما قلت حضرتك ده موديل سهل. أراضي الشركة كلها أراضي مميزة، عندنا أراضي في منطقة المقطم، عندنا أراضي على الدائري، عندنا أراضي في الهضبة السفلى في منطقة المعراج وخلف كارفور في زهراء المعادي. فاحنا عندنا أراضي مميزة. وأنا مساحتها من قد إيه لقد إيه يا فندم؟ المساحات من أول 400 متر لحد 400,000 متر، يعني عندنا كل المساحات 400 متر ل 100 فدان مثلا. بالظبط كده، بالظبط كده. فاحنا عندنا جميع أحجام المطورين يقدروا يدخلوا، وده حقيقي بقى إن احنا عندنا التشكيلة أو الأراضي اللي مملوكة للشركة عندها الميزة بتاعة فكرة إنك أنت تعمل شراكة مع مستثمر، حتى بس جاد، المستثمر الجاد، مستثمر عايز لقطعة أرض واحدة أو بنتكلم ل 100 قطعة أرض أو بنتكلم ل 100 فدان. أخيرا الحلم بيتحقق وهنشوف بعد 5 سنين المقطم بشكل جديد، مزار سياحي عالمي ومشروعات استثمارية ضخمة وزوار من كل أنحاء العالم، حاجة عظمة بجد. تشاهدون بعد قليل. فريق الجدعان ريل استيت ينفرد بأسرار أول معرض عقاري مصري لمدة شهر كامل في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتصدير العقار المصري وضوابط اختيار المطورين المصريين المشاركين بالمعرض. تشاهدون الآن. فريق الجدعان ريل استيت ينفرد بأسرار أول معرض عقاري مصري لمدة شهر كامل في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف المساهمة في تنفيذ خطة الدولة لتصدير العقار المصري وضوابط اختيار المطورين المصريين المشاركين بالمعرض. مفيش جدال ان مصر بتشهد النهارده طفره عمرانيه غير مسبوقه على مدى تاريخها، عاصمه عملاقه جديده وعشرات المدن الحديثه في طول مصر وعرضها، وكلها من مدن الجيل الرابع شديده الذكاء، وبالتالي بقينا مؤهلين وبقوه لتصدير العقار لكل مكان في العالم. يعني مختلف جنسيات العالم تشتري منشات عقاريه في مصر، بس عشان ده يتحقق لازم العالم كله يعرف اللي مصر حققته. بلا جدال من أهم أسلحتنا المشاركة في المعارض العالمية للعقار زي ميبن في فرنسا، ونقلنا لحضراتكم من كان جهود المطورين العقاريين المصريين لتصدير العقار المصري. كمان تنظيم معارض مصرية في مختلف دول العالم بتعرض طفرة مصر العقارية الآمنة، وإنه استثمار آمن للأجانب والمصريين المقيمين في الخارج، والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق العقاري والترويج لمشروعات المدن الذكية والعمارة الخضراء اللي نفذناها فعليا. ومن هنا
قررت شركة إنفستجو تنظيم أول معرض مصري في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منظومة تصدير العقار، وبيستهدف حوالي 1.5 مليون مصري ومستثمرين من كل أنحاء العالم، وده بيتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارات الخارجية والهجرة والإسكان وكمان شركة العاصمة الإدارية. تعالوا في البداية نقابل السيد ماكسيموس بهنان الرئيس التنفيذي لشركة إنفستجو أمريكا، واللي هيشرح لنا فكرة المعرض المصري للعقارات في الولايات المتحدة الأمريكية. حضرتك عندك خبرة كبيرة جدا في السوق الأمريكي وفي المجال المالي، عايزين نعرف من حضرتك إيه أهم الاختلافات ما بين السوق الأمريكي والسوق المصري في مجال الريل استيت؟ السوق الأمريكي هو سوق ماتشور، لو احنا بنتكلم مثلا عن العقارات، لو بنتكلم من ناحية المالية الموضوع مقنن جدا، الطريقة اللي بتعمل بها الترانزاكشن هي طريقة ثابتة في أي مكان بتروحه. يعني أنت عندك ريل استيت ايجنت ده مسؤول على أن هو ينظم حكاية العرض والبيع والشراء، عندك شركات المورجج هي المسؤولة عن التمويل، الايجنت ده لازم يكون واخد موافقة من الستيت اللي هو معتمد. فيها معتمد، لازم يكون ناجح في الامتحان، لازم يكون عمل الامتحان طبعا، ولازم يكون عمل تريننج، وحتى اللي بيدي لك المورجج لازم يكون هو برضو عنده رخصة انه يعمل كده وذاكر وحل امتحان وعنده خبرة. فالموضوع ماتشور يعني ناضج جدا، انت عارف الخطوات اللي هتمشي فيها بتبتدي ازاي وبتنتهي ازاي. الحاجة التانية اللي ممكن نقول عليها ان طريقة الكلاينت او اللي بيشتري وبيبيع بيتوقعه بيكون مختلف شوية عن اللي موجود مثلا في السوق هنا، يعني مفيش بتخفيضات كبيرة عشان انا بدفع كاش، لا التمن بيكون هو التمن، يعني العرف مفيش مضاربة، يعني مفيش اكسبشنز كتير، مفيش يعني حالات خاصة كتير. فكرة الديفلوبر الكبير قوي اللي بيعمل مدن جديدة دي مش موجودة، لان برضو السوق برضو ماتشور ومفيش الزيادة السكانية مش بالشكل اللي بيحتاج معاه ان انا ابقى بنتج عقار بشكل سريع جدا وبكميات كبيرة جدا. حضرتك قلت لنا ان الماركت في امريكا مور ماتيور اند مور اورجانيزد، منظم اكتر وناضج اكتر، لكن هل كمان ساتوريتد اكتر او مشبع ولا لسه في فرصة وعرض وطلب كبير؟ طبعا عشان نلخص بسرعة، صعب جدا، السوق الامريكي مر بتغيرات كثيرة جدا، يعني كان في بوم كبيرة وبعدين حصلنا ريسيشن وبعدين رجعنا تاني، ودلوقتي احنا في منطقة لسه يعني مش متأكدين قوي الامور رايحة فين، لكن السوق العقاري في امريكا ناجح جدا، يعتبر من احسن انواع الاستثمارات. من 20 سنة مثلا ما كانش في الوعي الكامل من الناس بأهمية الاستثمار العقاري أو الفوائد بتاعته، لكن في الفترة مثلا نقول 10-15 سنة اللي فاتت نتيجة الانترنت، نتيجة ان الناس بتشارك خبرات نجاحها، في ناس من المستثمرين اللي كانوا ناجحين جدا ابتدوا يعملوا برامج يعلموا ناس تانية ازاي يستثمروا، وبقى لهم تقدر تدخل معاهم كورس وتتعلم، ابتدت بالظبط كده، ابتدت تحس ان انتشار للمعرفة دي، انتشار المعرفة لدرجة انك بتحس ان كل واحد تكلمه بقى خبير عقاري. يعني العيب بتاعه ان بيزود السبيكيليشن المضاربة، فانا ببتدي علي الاسعار بتاع اللي عندي علشان انا مش دايما ببقى شاري عشان اسكن، انا بشتري عشان ابيع، فبشتري عشان ابيع، فكل واحد بيشتري عايز يبيع اعلى، وده كان سبب من الاسباب الرئيسية لارتفاع سعر الريل استيت ماركت في امريكا. ما حضرتك بتحكي لنا تقريبا عن الريل استيت بابل اللي حصل في امريكا سنة 2008، هل ده ممكن يتكرر تاني؟ صعب جدا انك انت تتوقع حاجات تقول هيحصل بابل او مش هيحصل بابل، هو لكن حصل طبعا من 2008 لدلوقتي ارتفاع كبير جدا، كان في مبالغه جامده في اسعار الوحدات، الاسيتس عامه في امريكا من كل انواعها اوفر فاليو. حضرتك عندك فكره وشغال على مشروع مهم جدا وهو تصدير العقار لامريكا، ممكن حضرتك تحكي لنا عن الفكره والمشروع ده؟ طيب، هو احنا بنسمع طبعا كتير عن كلمه تصدير العقار، وهي كلمة كويسة انها تتقال يعني او حلوة، لكن احنا عايزين نبقى نوضحها، يعني اما اصدر حاجة ده معناه انا عندي منتج والمنتج ده ليه مواصفات وليه زبون والزبون ده ليه طلبات معينة، فعلشان اتكلم عن تصدير العقار لازم ارجع خطوة لورا ان انا افكر في العقار كمنتج زيه زي اي حاجة تانية. الفكرة اللي عندنا هي ايه؟ يعني ليها جزئين، الجزء الاولاني ان انا اقدم العقار المصري مبدئيا لامريكا، طبعا احنا عارفين في شرايح اوريدي زي ما قلنا، عارفين كل حاجه بتحصل في مصر، ده هيكون حابب ان هو يشوف
يبقى يعني عنده طريقة سهلة يقدر يشوف ايه اللي المنتج الجديد، مين عنده احسن انتاج يقدر يشتري يعمل تعاقد وهو موجود في امريكا. وفي ناس زي ما قلنا مثلا ممكن يكون عنده معرفة بسيطة لكن ما عندوش ارتباط عاطفي، سواء مصري مولود هناك سواء امريكاني، ده عايزين كمان نعرفه عن سوق العقار في مصر. فاحنا عندنا كامبين مسمينه Invest in Egypt، بيبتدي بمعرض. المعرض دوت او تور اكتر منه معرض، جولة بتمر على كذا ولاية، بيكون فيها معانا مجموعة من المطورين بالانفنتوري بتاعهم، انفنتوري احنا شايفينه مناسب للسوق اللي عندنا، بيتكلم الناس عن المنتج بتاعه، بيبتدي يعرف الناس، بيبقى فيه براندينج، ونتيجة كده بنبتدي نفتح ماركت جديد. فالمشروع بتاعنا هو مشروع فتح سوق جديد للعقار في أمريكا. السيد ماكسيموس بهنان اتخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس سنة 1991، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيبردين بكاليفورنيا، وهو واحد من أكبر الخبراء اللي بيعملوا في مجال الاستشارات الاقتصادية والتمويل المؤسسي، وكمان بيدير شركة متخصصة في إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار، وبيشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفستجو المتخصصة في تنظيم المعارض العقارية الدولية وإدارة الممتلكات التجارية واستشارات التسويق والاستشارات الهندسية والتدريب على إدارة المشاريع. حضرتك اخترت أن ما يكونش المعرض في مكان ثابت وأنها تكون جولة ما بين الولايات الأمريكية، إيه السر الاستراتيجي دي؟ وايه الولايات اللي اخترتها واخترتها بناء على ايه؟ لو ابتدينا نقول ان احنا جزء كبير جدا من الناس اللي هيهتموا بالعقار المصري على الاقل في بدايه تقديمنا ليه للسوق الامريكي هيكون مصريين. فالولايات اللي احنا اخترناها فيها اكبر كميه من التجمعات المصريه والعربيه، ومش بس كده، كمان في الولايات دي برضو فيها عدد كبير من المستثمرين في مجال العقارات عامه غير مصريين. فده اختيارنا للثلاث ولايات، اختيارنا للثلاث ولايات هم نيوجيرسي وتكساس وكاليفورنيا. احنا بنقسم السوق لمجموعتين كبار، مجموعة بتاخد emotional decision، ده قرارها بيكون عاطفي، ومجموعة تانية هتاخد rational decision، قرارها هيكون عقلاني او مبني على اللوجيك. يعني تحت المجموعتين دول ممكن نحط الجروبس دي تحتهم برضو، يعني ممكن نحط المصري المرتبط عاطفيا تحت المجموعة الأولى اللي بتاخد قرار عاطفي، وحط المصري اللي ما عرفش كتير عن مصر لكن من أصل مصري ممكن أحطه تحت مجموعة اللي بتاخد القرار الراشنال. في مجموعة هم اللي هم الأمريكان نفسهم بالضبط، ودول برضو ممكن أحطهم تحت المجموعتين. المجموعة اللي هي فيها جزء عاطفي كمان، عاطفي ما هو فيه جزء هيكون بيفكر في الاثار، بيفكر في المكان الدافي، انا في مكان برد وعايز اروح مكان جميل ودافي، وده برضو انا لازم بدخله من الناحيه ديت. لكن في واحد بيبص للموضوع من شكل تاني، هيبص له على ان هي استثمار، فلازم تثبت له ان يعاد الاستثمار ده كبير وانه مضمون وانه امن وانه هو عنده فرصه ان هو ياخد انكم منه وانه هو حد هيقدر يحافظ لي عليه. يعني هيبتدي يسال نفسه او يسالني اسئله عقلانيه، ونتيجه الاسئله دي لو انا جاوبت الاسئله دي صح يبقى انا حطيت نفسي في المكان اللي ممكن الشخص ده يبص لي زي ما يبص على اي استثمار في اي حته تانية. واضح ان حضراتكم درستوا السوق الامريكي كويس قوي والعرض والطلب هناك، فعايزين نعرف استقبالهم للفكره بتاعتكم كان عامل ازاي. احنا عملنا ماركت تيست حوالي 3 اسابيع، وعملنا تو كامبينز، واحد عملنا يعني حملتين للدعايه، حمله موجهه للقرار العاطفي وللمصريين، وحمله موجهه للباقي. انتوا الكامبينز كمان عاملينها كل واحده بشكل مظبوط. النتيجه كانت مشجعه جدا من ناحيتين. كان في تحدي في الاول، كان في ناس بتتحدانا بيقولوا لنا انتوا اللي يخلي واحد امريكاني اصلا يفكر في مصر وتضيع وقتكم وتضيع فلوسكم، بس احنا اصرينا على كده. وكان فعلا ممتع ان النتيجه جت من الكامبين الثاني، اسئله اكتر، انجيجمنت اكتر، طب انا فعلا انت هتديني انا فعلا هشتري في مصر، طب اشتري فين، طب انت هتضمن لي ازاي ان الانفستمنت بتاعتي سليمه او يعني مضمونه، هاخد اقامه ولا لا، ايه خطوات الاقامه، الانجيج، الاسئله والاهتمام من غير المصريين كان اكتر.
المصريين كانت اكتر حاجه حلوه قوي يعني الردود برضه عاطفيه هما مبسوطين عايزين يجوا. طب حضراتكم جاوبتوا على الاسئله دي ازاي بالنسبه للضمانات اللي هياخدوها ايه هي بالنسبه هيقسطوا الوحدات دي ازاي هل في اقامه ولا لا للي هيشتري؟ هو احنا عندنا 25 سؤال احنا بنشتغل على اجابه كل سؤال من الاسئله ديت من ضمنهم تامين الاستثمار ازاي من ضمنهم الإقامة نتعرف على القوانين الحاجة الحلوة ان احنا الاخبار اللي بنسمعها اخبار مشجعة ان في دلوقتي طريقة لان الشخص ياخد الإقامة عن طريق شراءه العقار بنظبط التفاصيل بتاعتها بنشتغل على إجابة كل سؤال من 25 وهو ده هيكون سر النجاح. هل هيكون معاكم مؤسسات متخصصة في تقسيط او في تمويل العقار؟ هيكون معانا مؤسسة متخصصة في تمويل العقار لأي حد من أصول مصرية واللي سمعنا أنه ممكن كمان تكون من أصول عربية برضو كمان بنشوف شركات أمريكية تكون بتعمل نفس الحكاية أنها بتقدم مورجج للأمريكان هم يشتروا في مصر. العملاء بتوعكم سامعين إيه عن مصر؟ إيه أماكن اللي هم بيفضلوا يستثمروا فيها أو الأماكن اللي هم سامعين عنها وحابين إن هم يشتروا فيها؟ المصريين كتير جدا نعرفهم بيشتري في السواحل وبيمكن يشتري مثلا في البحر الأحمر أو يشتري في الساحل الشمالي أو الاثنين مش بس من المصريين لكن من غير المصريين لأن أنا عشان أجيب مكان على شاطئ وأكون قريب من الشاطئ إن أنا أمشيله أو حتى أشوفه ده أنا بتكلم أمريكا غالي جدا أرقام بقت تقريبا خرافية. نيجي لنقطة المطورين هل أي مطور عايز يطلع معاكم في المعرض بيبقى ليكم اشتراطات معينة عشان يكون معاكم؟ هي اشتراطات للمنتج اللي هينفع يعني احنا زي نرجع تاني لفكره التصدير انا عشان اصدر لازم اصدر حاجه الشخص عايزها ما ينفعش ان انا افرض عليه حاجه هو بالنسبه له ما عندوش طلب ليها مثلا الاوف بلان هل الامريكان بيفهموا الاوف بلان سيلز بنسبه ضئيله جدا والحاجات الاوف بلان او يعني اللي مش جاهزه هتكون استلام 6 اشهر واستلام سنه بكتير قوي وفي اماكن معينه وفي بلاد معينه او يعني في ستيتس معينه العادي لا هو مش هيفهم كده فلازم المطور اللي يطلع معاكم يكون جاهز وعنده برودكت جاهز او عنده وحدات جاهزه للتسليم جاهزه للتسليم او هتكون جاهزه للتسليم قريب جدا ولازم يكون عنده حاجه يقدر الشخص ده يشوفها زي موديل يكون بيقدر يشوفه احنا هنعمل لهم سيلز تريننج ازاي يتعامل مع الزبون دوت لانه مهما كان عنده خبره في البيع لازم تكون برضو متواضعه شويه للماركت اللي هو فيه هتفهمه الكلاينت الامريكي هيكون عنده كوتشز موجودين لوكال كوتشز ان هو يقدر يعمل له تريننج قبل ما يجي يعني الديفلوبر اللي بيشترك معاكم كمان بتعملوا له تريننج هنا وللتيم بتاعه بتاع السيلز اللي هيطلع مظبوط ده اساسي لان برضو ده يعني احنا ممكن يبقى عندنا المنتج مظبوط والباكجينج مظبوط بس انا مش عارف اتكلم عنه بالشكل المظبوط فانا خسرت السيل فهي اي غلطه في البروسيس بتوقع مني السيل فانا عشان اضمن ان انا من اول لاخر اكون ناجح لازم اغطي التريننج يغطي كل المراحل حضرتك بتغطي كل المنظومه بالكامل من كل الجوانب ده ضروري. معرض انفستجو اكسبو مش هيكون الاخير وده اللي عرفناه لما قابلنا مستر جون جميل الرئيس التنفيذي لشركه انفستجو مصر واللي اكد لينا ان الشركه بتخطط لاقامه المعرض كل سنه في امريكا لدعم تصدير العقار وتقديم الاستشارات العقارية للمستثمرين. انتوا بتعملوا حاجة جديدة حاجة لأول مرة بتتعمل في مصر ان يتعمل معرض عقاري في أمريكا أو معرض عقاري للمصريين اللي عايشين في أمريكا احنا ليه بنعمله في أمريكا أصلا؟ بس هو سوق جديد يعني احنا فكرنا نطلع بره الصندوق كل الناس بتروح في حتة زي الخليج فاحنا فكرنا ان احنا نروح في حتة فيها نيد ولما عملنا أناليسز للسوق لقينا انه في نيدز كبيرة جدا هناك في السوق الأمريكي. لما عملتوا الاناليسز اللي موجوده في السوق الامريكي تقريبا احنا عندنا كم حد عربي كم حد مصري عايش في اليونايتد ستيتس احنا بنتكلم في اكتر من 1.5 مليون مصري عايشين هناك وعشان كده احنا اخترنا كمان الولايات اللي فيها نسبه مصريين كبيره جدا يعني. هو مده المعرض المفروض قد ايه نتكلم في شهر شهر يس احنا مش بنقول معرض احنا بنتكلم على ان هي جوله كامله في 3 ولايات في 4 سيتيز احنا بنعتبرهم من اكبر المدن الموجوده في امريكا واكبر نسبه تجمع مصريين موجودين كمان هناك يعني انتوا طالعين امريكا بهدف اساسي اللي هو تصدير العقار لكل مصر شغال عليه اللي هو مزبوط. فكره تصدير العقار بس مش في تشالنج ان شركه تطلع تقعد شهر كامل في امريكا ولا انتوا منسقينها ولا الشركات بتسلم بعض بس هو الفكره انه انت رايح جوله كامله لاول مره بتطلع المشوار كبير جدا
فانت يو ديزيرف ان انت تقعد، واحنا كمان بنزود لك الاوبورتونيتيز بتاعتك. يعني بدل ما انت رايح في مكان واحد فرص بيع واحده، لا احنا بنتكلم في 4 فرص بيعية في 4 من أكبر مودرن سيتيز الموجوده في امريكا. يعني انا عارف ان انتوا مش طالعين بتنسيق احادي او انتوا بس اللي واخدين الموضوع على عاتقكم وعاملين المعرض، لا انتوا كمان هنا لما جيتوا للدوله اللي انا عارفه ان هي فتحت لكم ايديها وقالت لكم احنا معاكم. مظبوط. ممكن نفهم بقى او نفهم المشاهدين دور الدوله كان معاكم ازاي؟ بص، هو الحقيقه هي جايه اصلا يعني في تشجيع من الدوله بفخامه الرئيس نفسه انه يبقى في تصدير للعقار للمصريين في الخارج. والحقيقه لما رحنا لوزيره الهجره السفيره دكتوره نبيله مكرم عبيد، يعني كان كل الترحاب انه حاجه زي كده تكون بتحصل. كمان مش بس وزاره الهجره، احنا لما اتكلمنا مع وزاره الاسكان وقابلنا باشمهندس خالد عباس، حقيقة كان very supportive لينا، وانه حاجه زي كده تكون بتحصل لاول مره في السوق الامريكي، دي كانت حاجه بالنسبه لنا مشجعه جدا. كانت بالنسبه لنا في فكره كمان هايله ان احنا نروح لرئيس مجلس اداره العاصمه الاداريه ونقول له كمان احنا محتاجين العاصمه معانا في امريكا، ويكون مرحب جدا ان يكون معانا هناك. بنتكلم على انه المنظومه الدوله كلها مشجعه حاجه زي كده. وهو المعرض تحت رعايه مين؟ تحت رعايه وزاره الهجره، تحت رعايه وزاره الاسكان، بمشاركه العاصمه الاداريه، بمشاركه حقيبه دبلوماسيه كامله من وزاره الخارجيه، السياحه هيكون ليها دور معانا. بنتكلم على انه منظومه الدوله كلها بتسبورت انه يكون في حاجه زي كده. وبالمناسبه السيد جون جميل اتخرج من كليه الاداب سنه 1999 وحصل على دبلومه في اداره الاعمال من الجامعه الامريكيه بالقاهره، والماجستير من جامعه ساوثرن كولومبيا بالولايات المتحده الامريكيه، وشغل منصب المدير الإقليمي في مصر لشركة BASF، وأخيراً أسس شركة إنفستجو مصر سنة 2021 بهدف تقديم الاستشارات للسوق العقاري وتنظيم المعارض. أنا كشركة ريل استيت إيه اللي خليني أتحمس وأفكر إن أنا أطلع المعرض بتاع إنفستجو إكسبو اللي حضرتكوا عاملينه في أمريكا؟ بص، هو حضرتك في كذا يعني كذا ريزن يخلي إنه الشركة تكون بتشارك معنا. أول حاجة أنه ده سوق جديد بنفتحه في أمريكا، ده هو البايونير أنه يكون موجود هناك في السوق ده، فده أول ريزن. تاني ريزن أنه أنت ليدر. تالت ريزن أن أنت بتتكلم على أنه مصريين هناك عندهم شغف أن هم ينزلوا مصر. الحاجة التانية الأهم كمان أنه بنجيب عملة صعبة للبلد، يعني هو ليه كديفلوبر وكمان للبلد بيبقى فيه عملة داخلة، وده الهدف الأساسي أن احنا نكون نعمله. مظبوط. إن الشركات العقارية محتاجة تعمله عشان تنجح في مهمتها هناك؟ تصدير العقار ده احنا بنصدر سلعة، فالسلعة دي لازم تكون متغلفة صح زي ما بيقولوا، يعني معمولة باكجينج مظبوط. احنا محتاجين نغير القسم، محتاجين نغير نعمل باكجينج جديد، نعمل ريفيسنج من اول وجديد للبرودكت اللي هو رايح يكون بيصدر. لما فعلا عملنا الفوكس جروبس طلع عندنا كذا حاجة، طلع عندنا انه ناس مهتمية جدا بالحاجات الخاصة بالسواحل، سبيشالي الحتة بتاعت البحر الاحمر و الجلاله والعلمين، وده كان اهتمام كبير قوي. في جروب تاني مهتم انه ده محتاج سكن، يعني ده ناس بتدور على سكن هنا في مصر. في جروبس ثالثه كانت بتدور على استثمار، وده بيدور على حاجه كوميرشال، حاجه ادمن ان هو يكون بيحط فيها فلوس ويجيب ار او اي بسرعه بالنسبه له. فاحنا كان عندنا حقيقه اكتر من سيجمنتيشن، بس في اقبال شديد على الحته بتاعت الكوستر. يعني حضرتك تنصح الشركات الريل استيت اللي طالعه معاكم ان هي زي ما بتاخد معاها السيلز مان بتوعها او رجال المبيعات، تاخد الانفستمنت امبلويز بتوعها او رجال الانفستمنت او البيزنس ديفلوبمنت. مظبوط. علشان يعرف ياتراكت او يبقى في بي تو بي او اجتماعات تقدر تؤدي لنوع من انواع الشراكات او استثمارات تيجي من هناك لمصر. مظبوط. ده احنا عاملينه، واحنا لاول مره بنعمل مش بس عاملين للجمهور، احنا عاملين يوم كامل في كل سيتي. ده عاملين حاجه اسمها بي اي بي بروجرام، ده داعيين فيه الناس اللي هي جايه تنفست في مصر، وعاملين شرايح $300,000 $400,000 $500,000 انه يدخل في السيجمنتيشن يشوف هو حابب ينفست بقد ايه هنا في مصر. المعرض تاريخه حددته انا عارف سبتمبر، كم سبتمبر تاريخ؟ وانا بكلمك انه هيبقى من يوم 12/9 لغايه يوم 9 اكتوبر. لو تديني نبذه عن الهوم ورك اللي انت بتعمله، او ايه اللي انتوا الاجتماعات او الحاجات اللي انتوا عملتوها علشان نطمن كلنا بنجاح مهمه المعرض في امريكا ان شاء الله. بص، احنا كان اهم رول بنعمله انه الديفلوبر يهتم انه ده سبورتد من الدوله. الحقيقه كان في عده اجتماعات اتعملت مع وزيره الهجره، اتعمل اجتماع مع نائب وزير الاسكان
مهندس خالد عباس، اتعمل اجتماع كمان موسع مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وكل القيادات الموجودة هناك في العاصمة، وطبعا مع المتحدث الرسمي سيادة العميد خالد الحسيني، مع سيادة اللواء مجدي أمين، مع سيادة اللواء عادل الزناتي. يعني كان في الحقيقة كنا بنتكلم عن فرص استثمارية، كنا بنتكلم عن دعم الدولة لحاجة زي كده بتحصل أول مرة في أمريكا. كمان قابلنا معالي السفير مساعد وزير الخارجية، وكنا بنتكلم عن أنه يبقى فيه زي حقيبة دبلوماسية موجودة بتفاسيليتيت لكل المصريين الموجودين هناك، أنه بدل ما بينزل مصر عشان يغير بطاقة أو شهادة ميلاد أو باسبور، يبقى فيه حقيبة كاملة موجودة هناك في المعرض. مساحة المعرض تقريباً قد إيه؟ احنا بنتكلم في أفرج من 15,000 ل 20,000 سكوير فيت. البلان بتاعتنا الخمس سنين انه احنا بنبدأ باربعة سيتيز السنة دي، السنة الجاية هنكون بنزود، السنة الجاية في عندنا يوروب، في عندنا ساوث أمريكا. يعني المطور هينزل هيرجع معانا وهو عنده بلان كاملة ل 2023 لكل الاكسبوز وكل المعارض اللي احنا هنعملها في خلال السنة. عندنا كمان حتة محدش راح قبل كده زي ساوث أمريكا. معرض بالحجم ده وبالمدة دي انت محتاج يبقى معاك جيش عشان يقدر يعني يجاوب ويساعد في طلبات كل الديفلوبرز اللي معاك. هي هي اللفظ صح، يعني احنا فعلا عندنا جيش كامل بيشتغل، عندنا جيش للماركتنج وجيش للديجيتال ماركتنج وجيش بيشتغل للكونتنت كرييشن وجيش للتصوير والفيديوز اللي بتتعمل، عندنا ناس تيم كامله بتشتغل في السيلز وفي الماركتنج، عندنا تيم ثالث بيشتغل في الكاستمر سيرفيس، عندنا تيم رابع في الأوبريشنز اللي بينشور الانفنتوري اللي جاية من المطورين وبنشتغل عليها، بنعملها أناليسز، بنعملها كل الباكجنج من أول وجديد. فحقيقة فعلا كلمة جيش دي حقيقة. يعني تصدير العقار المصري حلم كبير، وعلشان ننجح في تحقيقه محتاجين نشتغل على ملفات كتير جدا، أهمها التوسع في فكرة المعارض العقارية في كل دول العالم، وإنها تكون مهرجان مصري بيعرض قيمة الاستثمار في القطاع العقاري وبيعرف العالم كله يعني إيه مصر. ودلوقتي نكون وصلنا لآخر جزء في حلقة النهاردة، واللي فيه هنتكلم عن تقرير مهم جداً لمجلة فوربس الأمريكية. مجلة فوربس هي من أقوى وأشهر المجلات في العالم المتخصصة في البيزنس، واللي استعرض التقرير في أقوى 50 شركة في مصر بالأرقام. التقرير بيقول في بدايته أن رغم الاضطرابات الاقتصادية حول العالم، إلا أن الشركات المصرية قدرت تحقق نمو ملحوظ في خلال سنة 2021، والنمو الكبير اللي حصل كان بقيادة القطاعات المالية والمصرفية وقطاع العقارات والقطاع الصناعي. تصنيف أقوى 50 شركة مصرية سنة 2022 تم بناء على الشركات الأكثر ربحية والأعلى في القيمة السوقية والأصول، وإجمالي القيمة السوقية لـ 50 شركة هو حوالي 28.5 مليار دولار، وإجمالي أصول الشركات دي 142 مليار دولار، وحققت السنة اللي فاتت 39 مليار دولار مبيعات، والشركات دي حققت صافي أرباح في خلال السنة اللي فاتت حوالي 5.5 مليار دولار. أهم ثلاث قطاعات في الخمسين شركة هو قطاع الخدمات المالية وقطاع العقارات والقطاع الصناعي، وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية على القائمة بعدد 16 شركة، يجي وراها قطاع العقارات بثمان شركات يعني 16% من القائمة، وراها قطاع الصناعي بسبع شركات، وتصدر البنك التجاري الدولي CIB القائمة بقيمة 28.5 مليار دولار قيمة أصول، يلي بنك QNB والمصرية للاتصالات في المركز الثالث. أما القطاع العقاري فبيتفوق على القائمة في نقطة مهمة جدا، وهي زيادة المبيعات، واللي كانت 31% ما بين الخمسين شركة، لكن في القطاع العقاري كانت تقريبا ضعف الرقم ده. وهستعرض معاكم دلوقتي الثمان شركات العقارية اللي بتقع ما بين أقوى 50 شركة مصرية. بيجي في المركز الأول ما بين الشركات العقارية شركة طلعت مصطفى بقيمة سوقية 17 مليار جنيه وترتيبها الخامس ما بين أقوى 50 شركة. وبيجي في المركز الثاني ما بين الشركات العقارية شركة إعمار مصر بقيمة سوقية 11.5 مليار جنيه وترتيبها 11 ما بين أقوى 50 شركة في مصر. أما في المركز الثالث والرابع بتيجي شركات بالم هيلز وراسكوم ديفلوبمنتس وترتيبهم 23 و24 ما بين أقوى 50 شركة وبقيمة سوقية 4.5 مليار جنيه. والشركة الخامسة هي شركة صادق بقيمة سوقية 4 مليار جنيه. في المركز السادس شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 3.25 مليار جنيه. والمركز السابع بتحتله شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سييرا. والمركز الثامن والأخير ما بين الشركات العقارية بتحتله شركة بايونيرز بقيمة سوقية 1.9 مليار جنيه. أهمية التقرير ده إنه بيظهر مدى قوة
القطاع العقاري في مصر وتصدره للقطاعات المنتجة وأنه حقيقي قاطرة التنمية في مصر. وده كان آخر كلامنا النهاردة. هنستنى أسئلتكم وآرائكم واقتراحاتكم على صفحات البرنامج. استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان ريل استيت.